السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي ارسم قبة بشكل يكون شيك. طيب خلينا دلوقتي بس نظهر الدور التحتية، اقول له هنا ظهر لي ليفل 2. هبدأ احط جريد يساعدني في تحديد مكان القبة بالشكل ده مثلا. تمام، عايز ابدأ ارسم بقى على هنا على الجريد دوت، جريد رقم 2. بقول له architecture واقول له انا عايز اعمل موديل امبريس، واختار مثلا فلور. اوكي، وهقول له انا عايز ارسم هنا مثلا في النورس، اقول له انا عايز ارسم هنا، ممكن نرسم مثلا ريفولف، يعني هرسم حاجه وتبدا تلف حواليها. فبيقول لي انت عايز ترسم فين، هقول له جريد 2. طيب هبدأ أقول له مثلا أنا عندي القبة بتاعتي زي ما أنت عايز، في كذا نوع من أنواع القبة، فأنت تبدأ تشوف شكل القبة اللي أنت عايزه مثلا من هنا لهنا كده أهوت مثلا بالشكل دوت. لو أنت عايزها مصمطة تقفل دوت، تمام، وهتترسم بالشكل دوت. طيب لو أنا مش عايزها بقى مصمطة، عايزها مثلا تبقى زي حيطة وتبقى مجوفة، وده اللي صح. طيب ممكن أقول له إيه، أنا عايز أعمل أوفست، وأحدد الأوفست مقدار الأوفست ده قد إيه، مثلا 200 بالشكل دوت، وأقول له تي آر أهوت أهو، وأقول له أنا عايز الأكس بتاعي هو الأكس دوت، هيبدأ يرسمها لي بالشكل ده. طيب أنا عايز أعمل بقى حتة زيادة كده إضافية، فهقول له أعمل لي برضو ريفولف، بيقول لي اختار اقول له جريد 2. طيب هبدا اجي هنا وابدا ارسم الشكل بتاعي، وليكن مثلا بالشكل دوت والشكل كده. وبعد كده ننزل شوية، وبعد كده نكرر نفس القوس. والاكس بتاعي هو دوت، واقول له فينيش، فيبدا يرسمها لي بالشكل دوت. اقول له فينيش موديل، واقول له وريني في 3D، فيظهر عندي بالشكل دوت. هتلاقي في درس اخر ازاي احنا عملنا المحراب دوت.